وللحديث عن حرية التعبير في العراق في ظل فرض هيئة الإعلام الحكومية قيودا جديدة على البرامج الحوارية للقوات أو للقنوات الفضائية، معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، هيئة الإعلام الحكومية تفرض شروطا على البرامج الحوارية للقنوات الفضائية في العراق، السؤال هنا ما الهدف من فرض هذه القيود في هذا التوقيت بالتحديد؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. في الحقيقة مسألة تقييد الحريات للعاملين في مجال الإعلام والصحافة وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي ليس أمرا جديدا، هذه سياسة ثابتة لهذه العصابة المتحكمة بالعراق التي استولت عليه بفضل الاحتلالين الأمريكي والإيراني، وبالتالي هذا الأمر ليس جديدا، ولكن التأكيد عليه في هذه المرحلة بسبب قرب الانتخابات المزعومة ومن المفارقة التي يعني تلفت الأنظار أن يجري الحديث عن تقييد الحريات يعني في إطار التهيئة لانتخابات يزعم أنها ديمقراطية وحرة ونزيهة. هذا أمر حقيقة يبعث على المفارقة الغريبة. سيد مصطفى، يعني إلى أي مدى ترى بتناقض مثل هذه القرارات والتي تعد قيودا فرضتها هيئة الإعلام، إلى أي مدى ترى أنها تتناقض مع وعود الحكومة بحماية حرية التعبير والإعلام في العراق؟ هذه الوعود شأنها شأن أي وعد قدمته هذه السلطة عبر مراحل مختلفة من حياتها منذ عام 2003 وحتى الآن. لا يمكن للشارع العراقي أن يثق بها، ولا يمكن أن تكون منسجمة إجراءاتها منسجمة مع شعارات التي تقطعها. هذه الشعارات لا قيمة لها في الحقيقة، والإجراءات القمعية يراها الجميع قتلا للمتظاهرين واغتيالا وقتلا جماعيا واغتيالا فرديا واعتقالات بدون مبرر، وحتى وفق تشابه الأسماء يجري قتل الذين يلقى عليهم القبض. أمام هذه القرارات سيد مصطفى، كيف يمكن إجراء الانتخابات التي تتعهد الحكومة بأن تكون نزيهة وشفافة؟ هل تعتقد أنها ستكون كذلك بالفعل؟ بالتأكيد لا، العراقيون جميعا يعلمون ليس اليوم في الانتخابات التي جرت في العام 2018 لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع إلا نحو 18 أو 20% في أفضل التقديرات من الذين يحق لهم الاقتراع، وبالتالي فهذه كذبة الانتخابات كذبة معروفة ومفضوحة للشارع العراقي، وكل يوم تتأكد هذه الشواهد على زيفها وعلى تزويرها. الآن يجري العبث أو تغييرات في مناصب المفوضية العليا للانتخابات، وهي مفوضية غير مستقلة، ليس كما يزعم النظام، وإنما هي مرشحون للأحزاب. الآن يجري تأكيد هذه الحزبية، وبالتالي يعني هم أطراف في الانتخابات يتولون الإشراف على هذه المفوضية. لكن كيف للمجتمع الدولي أن يستمر بدعم حكومة الكاظمي في ظل تأكيد الصحفيين والإعلاميين أنها، أي حكومة الكاظمي، أنها تكمم الأفواه في العراق؟ ما المطلوب من المجتمع الدولي اليوم؟ يعني المجتمع الدولي رأى هذه الحكومات المتعاقبة أو هذه العصابات الحقيقة المتعاقبة، نحن لا نقر بشرعية حكومة من حكومات أو من سلطة الاحتلال في مراحلها. المجتمع الدولي رآها وهي تقتل الناس بالشوارع بكل إصرار وبكل يعني قرار مسبق، ومع ذلك لم يوقف دعم لهذه العصابة، فهل نرتجي منه الآن أن يوقف دعمه لها وهي تصدر مثل هذه القرارات الجائرة التي تعني أن يعني مقدمي البرامج أو مهدي البرامج الإذاعية أو التلفزيونية عليهم أن يستضيفوا أنفسهم أو يستضيفوا
يعني ممثلين عن النظام بشكل مباشر. الحقيقة حتى الانتقادات التي تظهر، يعني هذه قضية مهمة، حتى الانتقادات التي تظهر هنا أو هناك في بعض القنوات، نعم، هذه ليست دلالة على يعني وجود حرية وديمقراطية وقبول للرأي الآخر في العراق، وإنما لأن سوءة النظام وعوراته لا يمكن يعني إغفالها أو التغاضي عنها، لذا تصدر بعض الملاحظات الناقدة أو بعض وجهات النظر المختلفة، وإلا هو ليس حالة طبيعية في العراق أن يجري انتقاد هذا الإجرام والفساد والإرهاب، وإنما فقط لأنه لا يمكن التغطية عليه، هذا الجرائم لا يمكن التغطية عليها ولا يمكن التستر عليها بشكل كامل، فتجري بعض الانتقادات هنا أو هناك، وأيضا لتلميع صورة هؤلاء السياسيين الذين ينتقدون إجرام العصابات وإرهابها. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.